يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل جمهور النادي الاهلي العظيم. اهلا وسهلا بحضراتكم، نبتدي معاكم حلقه جديده من السادسه. والبدايه الحقيقه حابب جدا ابدا حلقه النهارده من كلمه كابتن خطيب اللي لقت صدى كبير جدا. كلمه كابتن خطيب اللي قالها لعيبه النادي الاهلي ورجاله الاهلي امبارح في الملعب، واللي لقت صدى كبير جدا الحقيقه، وحملت رسائل مهمه جدا عبرت عن كل اللي بيدور في عقل وفي قلب كل الجماهير الاهلاويه. بدايه جمهور الاهلي شايف وعارف، وجمهور الاهلي ذكي وواعي وقادر بشكل كبير جدا يقدر ويعرف المجهود الكبير جدا اللي بذلته لعيبه النادي الاهلي على مدار موسم صعب واستثنائي. الشكر الحقيقه جاي في توقيت مهم جدا، شكر للعيبه اللي فرحت جماهيرها على مدار موسمين كاملين وحققوا عدد كبير جدا من البطولات هيحسب بالتاكيد وهيكتب في التاريخ لنجوم الجيل الحالي في النادي الاهلي. مهم جدا جدا نركز على انه من الموقف اللي احنا اتحطينا فيه ومن خساره بطوله الدوري العام في كتير من الدروس المستفاده اللي لابد ان احنا نقف ونقيمها، ويمكن ماتش الجونه في حد ذاته امبارح في كتير من الدروس دي اللي هنتكلم عليها. انا ليا وقفه طبعا مع ماتش الجونه مش هتكلم فيها كتير، لكن هتكلم على مجموعه من النقاط كده اللي بيتهيألي عشان نبني فيها على اللي جاي ونبني فيه بشكل صح. مهم جدا نقرا اللي فات بشكل واضح جدا. مبروك لنادي الزمالك، ما نقدرش طبعا ان احنا ما نباركش لنادي الزمالك، بالتاكيد هو بطل النسخه دي من الدوري العام. وبالمناسبه يعني ودي الروح اللي احنا تعودنا طول عمرنا الحقيقه، واللي اتمنى انها تسود مره ثانيه، واللي اتمنى كل حد ممكن يكون مؤثر في مكانه يتحلى بمسؤوليه انه ينقل الروح دي. احنا عمرنا الحقيقه ما كان في بيننا وبين جماهير النادي الزمالك كراهيه ولا اي منافس الحقيقه. نادي الاهلي نادي كبير جدا، والحقيقه جماهيره شبعانه بطولات، وبالتالي لانه كان اي ضغينه او اي كراهيه لاي حد. وبالعكس انا زي ما قلت لحضراتكم، طول ما في منافسه طول ما في متعه. الاهلي لو بيكسب كل البطولات لوحده على مدار السنين كلها جماهير النادي الاهلي نفسها هتفقد متعه الفوز بالبطوله، وبالتالي المنافسه شيء مهم جدا في الرياضه، لكن مش ممكن ابدا تحول المنافسه دي. وهنا انا مش بلوم على الجمهور الحقيقه، بلوم على الناس اللي في موقع المسؤوليه، بلوم على رؤساء انديه، وبلوم على رؤساء اجهزه كوره، وبلوم على مديرين فنيين، وبلوم على اعلام رياضي، لانه ما كانش في وقت من الاوقات قدوه عشان يحاول ينقل ويفهم ويوضح للصغير اللي لسه طالع بيتعلم يعني ايه منافسه، ويعني ايه روح رياضيه، ويعني ايه لما فرقتك تخسر تقف تسقف لها، ويعني ايه لما فرقتك تخسر تقول لها هارد لك، ويعني ايه لما المنافس يكسب تقول له الف مبروك. الحقيقه الحاجات دي انا بشوفها كتير جدا بتحصل في اوروبا، هي القاعده، ممكن يكون ليها استثناء، لكن للاسف العكس هو اللي بيحصل عندنا. النهارده انا صحيت على تليفون حد بيقول لي مستني دي مكالمتك من امبارح، قلت له اشمعنى؟ قال لي عشان تقول لي مبروك، قلت له اقول لك مبروك على ايه؟ قال لي على الدوري، قلت له وانت كنت قلتها لي الخمس مواسم اللي فاتت؟ قال لي عندك حق. قلت له فاكر لسه شكل درع الدوري يا رينج؟ رينج بالمناسبه ده واحد من اصحابي وعشره عمري، وبالمناسبه كمان كان كابتن من كباتن نادي الزمالك في واحده من الالعاب الجماعيه. قال لي لسه فاكر شكله. قلت له طب مالي عينك منه وخده في حضنك كويس عشان هيوحشك خمس ست سنين جايين. كلها في اطار الهزار، لكن الحقيقه مش ممكن ابدا يكون في مجال الرياضه. يعني ممكن افهم انه الخلاف في مجال السياسه يوتر شويه، الخلاف في مجال اي مجال من المجالات ممكن شويه يعمل حساسيه، لكن في الرياضه دي رياضه للمتعه. احنا الرياضه بالنسبه لنا متنفس بنطلع منه وبنبعد منه، بنبعد عن صعوبات الحياه من خلال ممارسه الرياضه او من خلال متابعه الرياضه. مفيش حد بيتابع ماتش الا هو مستمتع. بتشجع فرقتك وبتفرح لما بتكسب وبتزعل لما بتخسر، لكن في النهايه كله مفترض ان هو يحصل في اطار المتعه. لكن للاسف شديد جدا في ناس كتير جدا لوثت الحقيقه كتير من المفاهيم والثوابت اللي كانت موجوده في عند المصريين واللي عاش عليها اجيال مختلفه عمرهم ابدا ما كرهوا بعض، عمرهم ابدا ما المنافسة في الرياضة أثرت على علاقتهم الشخصية بينهم من بعض. أتمنى أن كل حد مسؤول يقدر المفاهيم دي كويس ويحاول يزرعها، لأنه الولاد الصغيرين الشباب اللي طالع وخصوصا ومع الأسف الشديد وده واحد من أهم التأثيرات السلبية للسوشيال ميديا، بقوا بعيد تماما عن كل المفاهيم دي، بقت خناقة، بقت عركة، بقت مطلوب انك انت مش بس تحتفل بفوز فريقك او بتتويج فريقك ببطوله، لكن كمان مطلوب منك تشوه المنافس وتشكك فيه وتشكك في انجازاته وتشكك في ارقامه. يظل الاهلي كبير، دي حقيقه ليس لها
يعني او ما فيهاش اي مجال للشك، يظل الاهلي واحد من اكبر انديه العالم، وفقدانه لبطوله عمره ابدا ما هياثر في حجم شعبيته ولا في جماهيريته ولا في اصراره على تعويض مفاته وتحقيق كتير من البطولات اللي ترضي جماهيره وتحقق للنادي الاهلي مزيد من الانجازات.